يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة. هذا الانتقال يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحمل، مما يجعل الرعاية الطبية المستمرة أمراً بالغ الأهمية. أو الرضاعة الطبيعية، يعرف هذا باسم انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. يقلل العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية بشكل كبير من خطر انتقال العدوى. يجب على النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بدء العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في أسرع وقت ممكن لضمان صحة أفضل لهن ولأطفالهن، وتلقي رعاية منتظمة قبل الولادة. أثناء المخاض يمكن أن تقلل خطوات مثل الولادة القيصرية من خطر انتقال العدوى. ينصح الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بتجنب الرضاعة الطبيعية. تعد التغذية بالحليب الصناعي بديلاً آمناً لحماية الطفل. من المهم أيضاً متابعة الرعاية الطبية بعد الولادة لضمان بقاء الطفل خالياً من الفيروس.